يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهم فلا تصيره أيضا شهر عصيان. فإنه شهر تسبيح وقرآن. وأحسن منها قول ربي جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.